منذ سنة 2014 تستمر معاناة عائلة مكري ببلدية سيدي عبد الرحمن بيتيرت مع مرض الكلى، فلا زال سليمان يعالج القصور الكلوي، فيما تبقى أختاه التوأم تتكبد مشقة العناء لإجراء تصفية الدم في ظروف صعبة لعائلة فقيرة مطالبة بتوفير مبلغ 1 مليار سنتيم لإجراء عملية الزرع في الأردن. أنا نديرو تصفية الدم، خونا ثاني باغي نتعاونو، هو ثاني باغي يعالج، شابة غالبة لينا حنا ثلاثة وأنا نعانو بزاف. ما عنده ما يخدم مسكين، هو ثاني كبير ولا غالبة عليه ما عدنيش. أنا نعانو بزاف وحنا ثلاثة، أنا مرضى وأنا ندير دياليز يوميا 3 أيام 3 أيام، ولازم تعاونونا. أبتاعي ما يخدمش راه كبير، وتعاون وخويا ثاني راه غير هو يصرف علينا وما عدناش. هي حكاية معاناة ومرض، وأكثر من ذلك قصة الشقيق الأكبر سليمان، والذي رغم مرضه إلا أنه يتكفل بعائلته ويتحمل أعباء ذلك رفقة والده العاطل عن العمل. أشرف الدار أنا نتكفل بهم حاليا، الحمد لله يا ربي. بالنسبة للدار الحمد لله، مي بالنسبة لهاد الأوبيراسيون والتبرع جاتنا بزاف لغال، ما لحقنا لهاش حاجة مليار، شكون اللي يقدر له؟ أكاين إيه إنسان يحوس يدير الخير وما لقاش لي من يدير الخير؟ أنا قديمكم، والخير سهل إن شاء الله يا ربي تلحق الميساج تاعي ويعاونونا إن شاء الله بربي إن شاء الله يا ربي. فالتوأم أسماء وأحلام وأخاهما سليمان يبعثون بنداء عاجل للمحسنين من أجل توفير هذا المبلغ لإعادة الحياة لإخوة رغم مرضهم، إلا أنهم يتحلون بالصبر والأمل في الله ثم في أهل الخير.